رحل التمرين وبس تنتهي نتناقش اذا في اي سؤال. التمرين الاول، اوجد حل المعادله التالي في ار اللي هي مجموعه الاعداد الحقيقيه. المعادله هي القيمه المطلقه ل اكس زائد بي ناقص واحد يساوي البي. هلا هون في عندنا قيمه مطلقه تساوي البي، طالما عندنا الطرف الثاني مو صفر فهون في عندنا خيارين، اما يكون ما داخل اقواس القيمه المطلقه يساوي البي او يساوي ناقص بي، وبالحالتين بحسب الاكس. مثل ما قلنا هون في عندنا حالتين، عندنا قيمه مطلقه تساوي مقدار غير الصفر، فعندنا خيارين، اما هذا اللي بين اقواس يساوي بي وبحسب قيمه الاكس، او راح يساوي ناقص بي وبحسب قيمه الاكس. نرجع للحل الاول، اما اكس زائد بي ناقص واحد يساوي البي مثل ما هي، فبيطلع عندنا اكس تساوي بنقل البقيه على الطرف الايمن، الزائد بي بتصير ناقص بي والناقص واحد بيصير زائد واحد، وبالطرف الثاني في عندنا البي. هلا ناقص بي زائد بي مجموعين صفر راحوا مع بعضين، ضل في عندنا الجواب اكس تساوي الواحد. هاي الحل الاول. الحل الثاني، او مثل ما قلنا ما داخل اقواس القيم المطلقه يساوي معكوس الطرف الثاني، الطرف الثاني في عندنا بي فراح يساوي ناقص بي. هلا بنحسب الاكس، اكس تساوي نقل الباقي الحدود على الطرف الايمن، فالزائد بي راح تصير ناقص بي والناقص واحد راح يصير زائد واحد، فصار في عندنا ناقص بي زائد واحد ناقص بي. هلا في عندنا ناقص بي ناقص بي مو متعاكسين نفس الاشاره، فراح يجمعن مع بعضين. احنا قلنا اذا كان في عندنا ناقص ناقص حطه نفسه وبجمع جمع، هاي العمليه مو ضرب مشان تقولوا ناقص في ناقص يساوي زائد، لا انا في عندي ناقص بي بدي اضيف له ناقص بي، فراح تصير ناقص 2 بي زائد واحد. فهون صار في عندنا المعادله حلين، الحل الاول اكس تساوي الواحد، والحل الثاني اكس تساوي ناقص 2 بي زائد واحد. بعيد الحل على السريع، في عندنا قيمه مطلقه ل اكس زائد بي ناقص واحد يساوي البي. هون حسب القاعده في عندنا حالتين، اما ما داخل الاقواس يساوي بي بحسب قيمه اكس، او ما داخل الاقواس يساوي ناقص بي وبحسب قيمه الاكس. الحل الاول، اما اكس زائد بي ناقص واحد يساوي البي، فهون بحسب قيمه الاكس، اكس يساوي ناقص بي زائد واحد زائد بي بعد ما نقلنا باقي الحدود على الطرف الايمن، فصار في عندنا اكس يساوي زائد واحد. الحل الثاني، او ما داخل القيم المطلقه يساوي معكوس الطرف الثاني، يعني اكس زائد بي ناقص واحد يساوي ناقص بي، نفس العمليه بنقل باقي الحدود على الطرف الايمن، فصار في عندنا اكس يساوي ناقص بي زائد واحد ناقص بي. هلا في عندنا المتشابهات ناقص بي وناقص بي، برجع بعيد هاي العمليه مو ضرب، هاي عباره عن اضافه ناقص بي الى ناقص بي، فراح تصير ناقص 2 بي زائد واحد. هذول هن حلين المعادله، اكس يساوي الواحد واكس يساوي ناقص 2 بي زائد واحد. هيك انتهينا من التمرين الاول صفحه 41.